انه انت ما شاء الله السنه دي عامله موسم يعني كويس، ايه سر التغير؟ ايه الطفره اللي حصلت؟ ليه؟ ليه يعني انت لعيبه كويسه طول الوقت، بس الموسم ده يعني انت ظاهره بشكل بسم الله ما شاء الله الله اكبر حاجه مميزه جدا، ايه السر في كده؟ والله يعني هي اكيد برضو زي ما دينا قالت، هو كانت ثقه، يعني احنا بدانا نرجع الثقه، وبرضو كابتن طارق لما جه كان بدا يعني هو بيحفز دايما وبيحاول يدي كل واحد ان هو يحاول يدي الثقه في نفسه، وان هو يعني معتمد عليه، ودايما كابتن طارق بياكد ان هو معتمد على كل حد، وكل حد ليه دور، وكل حد يعني كابتن واثق فيه. فانا كنت والله يعني السيزون ده كنت حاسه ان انا عايزه ادي اكتر عن السيزونز اللي فاتت، كنت بتمرن اكتر، وكابتن طارق كان برده بيدعمني اكتر وبيديني سبورت وثقه، فدي برده حاجه اكيد ساعدتني، مع برده التدعيمات، وانه الفرقه كلها احنا السنه دي الفرقه كلها كله عنده روح وكله بيثق في بعضه وكله يعني عايز يكسب، فدي برده حاجه بتساعد كل اللعيبه ان هي تظهر بشكل كويس. انت قلتي كلمه حلوه، يعني انت قلتي ان هو ان اللعيب بياخد الثقه من وسط كلامك، يعني ان اللعيب بياخد الثقه من مدربه، يعني انت لما تلاقي المدرب دعمك ومؤمن بقدراتك فبالوقت ده انت بتموت نفسك. والحته السيكولوجي دي حته مدربين كتير غايبه عنها، يعني هو عايز اللعيب مكنه اقعده ماتشين ثلاثه واروح منزله عايزه يبقى نجم. فيمكن التغير الكبير ده افهم من كلامك انت طول الوقت كويسه، ولكن مع الثقه اللي خدتها من الجهاز الفني انت اثبتك مكانك. طيب خلينا نقول على مباراتين السوبر، يمكن مباراتين السوبر كلكم ظهرتوا بمظهر جيد، بس انت طبعا كنت شكلك يعني مظهرك او شكلك في الملعب حلو، كان ليك دور كبير. لما عرفتوا ان المحترفه مش هتلعب مش موجود، يعني المفروض دايما احنا عندنا في مصر الايمان بالمحترف، يمكن دينا بتقول الايمان بالمحترف كان بيبقى عالي قوي، ولكن محترفه مش موجوده وبنلعب من غيرها، بنلعب مع سبورتنج المرتبط خسر الماتش الاولاني، كانت الظروف مش حلوه، لعبتوا بمنتاليتي عامله ازاي؟ وقلتوا لبعضوا ايه؟ اول كابتن طارق قال لكم ايه؟ والله هو احنا اول لما عرفنا ان احنا في الماتش اللي قبله ما كناش عارفين ان المحترفه اتصابت يعني اصابه جامده، عشان هي كملت على الاصابه، فما كناش عارفين ان هي لدرجه ان هي ما تقدرش تلعب الماتش اللي بعده، بس احنا عرفنا قبل الماتش على طول بشويه صغيرين يمكن ان هي مش تقدر تلعب، فساعتها عملنا ميتنج، وساعتها الكابتن حتى يعني قال لنا هي لعبت او ما لعبتش، احنا كلنا فرقه واحده وكلنا يعني الثقه موجوده، واحنا مش محتاجين يعني هي طبعا المحترفه بتضيف لاي فرقه طبعاً. مهمه جدا طبعا، بس احنا فرقه الحمد لله زي ما دينا قالت احنا فعلا متكاملين، وفي كل بوزيشن ما شاء الله في اكتر من واحد، فكله موجود، فحتى لو هي مش موجوده احنا نقدر ان احنا نلعب ونظهر بشكل كويس، والكابتن كان مصر على حاجه زي كده، فهو برده ادانا الثقه ان احنا نقدر نلعب من غيرها، وكلنا اتكلمنا مع بعض، وحتى ما شاء الله نزلنا الماتش ده يعني كلكم ظهرنا بشكل كويس قوي، كمان كنتوا كويسين قوي، هي الروح يعني كانت روح، وكابتن اصر يعني على الحته دي. طب فريده ساعات بيكون الفرقه لما يكون فيها نجوم كتير، خلينا نتكلم بامانه يعني، وفرق البنات بزياده الموضوع ده، بيبقى في المنافسه دي او المنافسه في اللعب في مركز مثلا ممكن تبقى ازمه للمدرب، ويمكن زي ما بقول لك بيبقى فرق البنات يمكن اكتر شويه من الولاد. شايفه الكم الكبير ما شاء الله الله اكبر يعني ربنا يحفظكم يا رب، شايفه الكم الكبير من النجوم وان عندنا في كل مركز لاعيبه واثنين وثلاثه، شايفه ده عبء ولا شايفه ده حاجه كويسه؟ بالعكس انا شايفه ان دي حاجه كويسه، لانه برضو يعني احنا الحمد لله في فرقه كلنا بنحب بعض وكلنا اصحاب، والكابتن حتى يعني من اول سيزون لاخره هو بيعمل روتيشن، فبيدي كل واحد حقه وبيدي وقت لكل واحد، وفي الاخر في الاول في الاخر لو ماتش مثلا جامد طبيعي اللي ماشي هو اللي يكمل، ودي حاجه يعني دي حاجه احنا عارف بالظبط، يعني اللي يومه هو اللي يلعب، والكابتن حتى لو اي حد مين اللي يومه هو اللي بيلعب، والماتشات التانيه كلها بيحصل روتيشن، فبالعكس دي حاجه كويسه، لان ده حاجه احسن لينا في الفرقه ان احنا عندنا كذا حد، فلو الفرقه التانيه مثلا فيهم مثلا خمس ست سبع لعيبه كويسين وقفوا الفرقه بالظبط، لو تعبوا احنا اول لما بيريح الناس التانيه نازله جاهزه، الناس التانيه النجوم برده فبينزلوا ويكسبوا برده، فاحنا العكس ده ليد لينا احنا.